بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا صباح الورد والفل والياسمين أينما كنتم، أهلا وسهلا بيكم يا حبايب قلب أبي. أنا قلت إن أنا طالعة لايف، أتمنى الناس تفضل. النهاردة في عندنا حاجات مهمة جدا عملتها أوريدي وفي ناس حابة إنها تشوفها، أتمنى إن هي تدخل على قناتي في اليوتيوب. الفيديو اتقص ونازل الحمد لله على اليوتيوب ومتثبت دلوقتي حاليا علشان الناس الجميلة اللي حابة تاخد الفكرة بسهولة وما تتعبش في البحث. أول حاجة هقولها لكم، أتمنى إن أنتوا يعني تلاحظوا إنه في فرق بين الفيديو اللي فات والفيديو ده. ليه؟ علشان أنا بحب أكون طبيعية. الفيديو اللي قبل ده كان فيه فلتر، أما الفيديو ده من غير الفلتر. صباح الفل والورد، صباح الياسمين، مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، إزيكو. أنا جيت تانية أقعد عندكو. عندنا حاجات مهمة عايزين نشاركها معاكو. برودكت موجود حاليا في متناول الجميع، بيتباع عندكم في البلاد في مصر وبيتشحن لأي بلد أخرى يعني. وزي ما انتم شايفين المايكرو بليدنج اللي أنا عملته حلوة قوي قوي في الحواجب، عشان كده طالعة من غير فلتر عشان أقولك أنا مش بضحك عليكي. It's totally beautiful, you can give it a try. المايكرو بليدنج اللي أنا عملته أهو أمامكو بعد لما برد اهو ودمجته وحطيت عليه شوية زيت لوز كمان نقطة يعني عشان الشعر، يعني لو عايز تعمليه للشعر حطي عليه نقطة زيت لوز. الفازلين، الجريسلين، المواد الفعالة، اللون تحفة، هايل، يجنن. لعبتي اللي انا عملتها على قناة النهار، الفيديو متثبت، تقدري تدوسي على اللينك وتدخلي. مكوناته موجوده وبسهوله وفي مطبخك وتقدري تعمليها. البرودكت اللي هتكلم عليه النهارده اعتبروه زي ما تعتبروه. انا عن نفسي لما برجع من بلدي من كايرو بشتري معايا حاجات ممكن تكون مش ليا، هدايا يعني، عندي اصحاب، عندي ناس، فببقى عايزه اجيب لهم هديه معايا. فانا جبت شويه حاجات معايا من كايرو، خصوصا الناس الجميلة الحلوة اللي هي يعني بتهمني وبتحاول دايما ان هي تقولي حمد الله على السلامة يا ابي، ويلكم باك تو لندن. سو جبت معايا شوية حاجات وريتكم منها جزء، والجزء التاني معايا دلوقتي هنبتدي ونحطه امامكم عشان تشوفوه. منتج حلو قوي وانا جربت منه على شعر امي. يا على امك. هتجيبي طبق كده اهو وتاخدي صور. خدي صور، هتنفعك والله، والله هتنفعك. رحت عند عطارة ماضي، لقيت عنده انواع والوان حلوه تجنن من الحنه. تخيلوا كل دي الوان حنه يا جماعه. بصوا شايفين أصالة. أنا كنت أول واحدة أقول إن ماسك أصالة اللي أنا عملته لكم على وشي جاب نتيجة من سنة، أعتقد نو سنة ونص، لا يمكن سنتين قبل ما ينزل حتى السوق ويتعرف. كنت أنا لسه مشترياه من مصر وجربته وقلت عليه فعلا حلو وفعلا بيبيض. أوكي ناو أصالة عاملة أنواع حنة جميلة جدا، في منها الاسود والاحمر والنبيتي والبني وفي الاشقر كمان. انا عملت بالاشقر، عملت الجذور عندي بالاشقر. فانا حاليا هحضر واحده، حاليا هحضر واحده لصاحبتي اللي جايه، عندي ضيوف النهارده عشان كده بدات اللايف بدري. هحضر اصاله اللي من مطبخ ماضي، هحضرها النهارده وهسيبها تتخمر عشان لما تيجي صاحبتي اعملها لها على شعرها، وادي باقي البنات العلب التانية. وانا عن نفسي جربتها على شعر امي. كمان في مواد جوه كيس
هنطبقها سوا ونشوف الفرق. انا هحط عليها اضافاتي، حقي، مطبخ ماضي على عيني عند راسي، هو انتج الانتاج وطلع المنتج وبيبيعه حاليا في بلدي، يس. لكن انا هاخد واحدة من دول عشان هي اللي جاية شعرها بني، هاخد المنتج البني ده من منتج اصالة من مطبخ ماضي وهحط عليه حاجاتي انا زائد الحاجات اللي جوه العلبة. ليه؟ علشان اقدر ابقى متأكدة 100% انها هتديها اللون الصح. اذا كنتي انتي ما عملتيش حنة قبل كده، خلي بالك ممكن ما تلقطش معاكي وممكن تلقط على حسب شعرك. لو انتي بتعملي حنة هيلقط، لو ما عملتيش حنة جربي على جزء صغير من شعرك وشوفي. بس انا متأكدة 90% من النتيجة لانها جابت نتيجة مع ماما. منتجات اصالة، منتجات معروفة في مصر، عندهم خط ساخن، عندهم محل كبير قوي في اسكندرية في المنشية، انا روحته في المنشية اعتقد، عندهم منتجات فعلا تشرف. انا مش بستعرض، انا فخورة بمنتجات بلدي وبشجعها. هنبتدي ونجرب واحدة من دول من بتوع اصالة ونشوف النتيجة بتاعتها على شعر صاحبتي ان شاء الله لما تيجي، وهقول لكم ايه الجديد اللي انا شفته بعيني في شعر امي. اهو حنة اسمها حنة اكسترا من اصالة، تمام، من مطبخ ماضي. والله يا اصالة انت عملت لنا حاجات ووفرت علينا نشتري حاجات غالية. اوكي، ابتدي بأصالة من لندن. هتقول لك ده اعلان، لا ده مش اعلان، انا بعترف بمنتجات بلدي. يا هاتي العلبة وفضيها معايا دلوقتي، وحضري معايا حاجة، استنى ما اشوف فيها ايه جوه عشان اوريكم بس. اوكي، ده البني، ده اللون البني اللي هعمله توداي على راس صاحبتي. هتلاقي جوه كيس الحنة الكامل العادي اللي هي المادة الخام، حنة يعني، وهتلاقي المواد اللي هي بيحطوها عشان تزود من الدرجة بتاعة البني. بصوا لونها عامل ازاي. اوكي، الكيسين دول هم بيعتبروهم فعالين. alright، معاها جوانتي كمان، شفتوا مش مخليين لكم حاجة يا اختي، مدلعينكم يا اختي. هناخد الخلطة دي على جنب كده وهنجيب حلة مثلا ونحمص فيها حاجات احنا محتاجينها للحنة. ايه هي الحاجات اللي انا طحنتها قبل كده وحمصتها امامكم؟ حبة اليانسون، القرنفل، حبة البركة، ومعلقة رز. شفتوا بقى؟ بس انا مش هحمص الرز، هحمص بس حبة البركة هنا، واليانسون، نجمة اليانسون، والقرنفل، المسمار، والحبة السوداء او حبة البركة. تقدري تعملي كمية كبيرة وتخليها عندك زي ما انا عاملة، واحمصهم في طاسة او حلة واخليهم على النار لحد لما يتحمر. اوكي، here we go، هدخلهم على النار يتحمصوا، وبعد لما بيتحمصوا بتخرجيهم وبتطحنيهم، وده بيكون لون البودرة بتاعته. هعمل ايه دلوقتي؟ انا بقى دلوقتي هجيب البولة وهحط فيها الحنة بتاعتي اهي، المقص، واقصه واطلع منه الحنة بتاعتي.
حنة أصالة من مطبخ ماضي، ولو أي حد في اسكندرية هيقول لكم إنه فعلا الراجل ده موثوق فيه، يعني ما بشتريش حاجة من حد أنا معرفوش. alright بخاف، بخاف افرضي شعر صاحبتي باظ أنا أعمل إيه يا أختي؟ يعني يبقى شكلي وحش وشكل بلدي وحش. نو. وآدي الكيس الصغير اللي مع الحنة أهو. الفكرة من تطبيق المكونات دي مع بعضياتها عشان اخد اللون البني الغامق اهي، ريحتها تجنن على فكرة، ريحتها تحفة. مكونات اللي هو حاططها يا اخي نيس. ياس. هاخد من القرنفل المسمار المحمص المطحون ونجمة اليانسون وحبة البركة المطحونة المحمصة، هاخد منها ملعقة كبيرة فوق الوصفاية دي. شفتوا بقى؟ دي الإضافة بتاعتي اللي هحطها على الخلطة بتاعة الحنة. ناو ايه اللي انا محتاجاه عشان الحنة احياناً بتنشف الشعر؟ هي ملعقة من اليوغرت الزبادي. ادلعها النهاردة يا اختياري، منتجات بلدي. يا هاخد ملعقة من الزبادي فوق الوصفاية بتاعتي دي. انت على راسي يا استاذ ماضي اينما كنت، انا ما اعرفش اسمك ايه الاصلي، مطبخ ماضي او ماضي. وهنزل بشوية مية فوق الوصفاية بتاعتي. الخلطة دي اللي أنا محمصاها وطحناها حطيت عليها معلقة من الفلاكسيد عشان أبقى بحني وعالج. البذور الكتان يعني. هنزل بالمية بالتدريج وهقلب عشان أدمج الوصفاية بتاعتي. حنة انا مجرباها على شعر امي. يا على امك. هير وي جو. قلبي بقى المكونات الفعاله بتاعتك دي لحد لما تندمج تماما. تقدري تحطي عليها معلقه بن لو حابه يعني، لكن هو اوريدي حاطط كل حاجه اعتقد جواها، لان انا لما عملتها بصراحه يعني ذهلت. انا شعر امي كله ابيض، كنت عمالة بحاول اخليها تقتنع يعني وتحني شعرها، لانها ما كانتش بتحني شعرها خالص. ناو حطينا مية وبنزود مية تاني وبنحاول ان احنا ندمج الحنة بتاعة اصالة. حنة اصالة اعتقد انها معروفة في مصر، انا معرفش في البلاد العربية. اذا عايزين، هو بيشحن يا جماعة، هو عنده صفحة وعنده حياة، يعني عنده صيت. يعني انا مش بقول اعلان ولا حاجة، بس هو عنده حياة يعني. يا والحنة ما تدلكيش نتيجة حلوة غير لما تكون سايلة شوية، عشان لما تخمر بتتقل. لسه شوية مية كمان عشان اقدر اتأكد ان هي سايلة شوية، عشان لما اسيبها تخمر بالتدريج بزود المية على الحنة بتاعتي اللي انا حطيت عليها اضافاتي، وبقولك جربيها ومش هتندمي. حنة مضمونة مش مضروبة، عشان كده انا شلتها وجبتها واشتريتها وحطيت فيها فلوس وجبتها معايا انجلترا. ناو الحنة من الحاجات اللي انا ما اقدرش احطها الا اذا جربتها. انا جربت منها الاشقر، خدت منها القشقر وحطيتها، بس للأسف رميت علبة القشقر. لكن اللي أنا بعملها حاليا عشان الناس لسه داخلة دي حنة أصالة من مطبخ ماضي، وده اللون البني. لا يا جماعة، ده اللون الذهبي أهو. فيبقى أنا كده لما حطيت الحاجات على الذهبي يديني لون بني. والله انا عبقرينا من غير ما اقراها يا اختي عليا. يس. ناو ابتدت تلم بعضياتها وابتدت تندمج بسرعه كده اهي كده. انا عملتها مظبوطه.
Here we go. اهي اصبح العجينه. انا عايزاها سايحه اكتر من كده شويه عشان لما تخمر واسيبها ساعتين ثلاثه على بال ما الناس تيجي تكون جاهزه. يس. بعد لما بتخمر بثلاث اربع ساعات خمس ساعات بتسيبيها على شعرك طول اليوم، بتسيبيها ساعتين، بتسيبيها ست ساعات، ما بتضرش. وبتحاولي ان انت تتاكدي ان هي خمرانه يعني عشان تديكي نتيجه صح. عملت من شويه المايكرو بليدنج ودلوقتي بعمل لكم الحنه. همشي معاكم واحده واحده، الاول المايكرو بليدنج الحواجب ودلوقتي الحنه وبعدين هندخل على ان ابي توضب نفسها قبل الناس ما تيجي وتعمل لنفسها ماسك جديد على وشها ينور وشها وتعمل ماسك على شعرها. ناو هي كده مظبوطة اهي اهي امامكو اهي. دلوقتي اقدر اقولك هي مظبوطة، تغطى وتترك ساعتين ثلاثة عشان ترتاح. ريحيها اختي رايا، ريحيها، ربنا يريح عدوينك. لا يا رب ما يريح عدوينك. وادي الحنة امامكم اهي، دي الحنة الذهبي اللي انا جايبها معايا من مصر. وتقدري لو انت حابة لو انت من اسكندرية روحي اهي اهي. خلاص كده خلاص. يس خلاص كده انا هغطيها دلوقتي بصحن هنا انا جنب عشان تيجي البت حبيبتي اعملها. ناو نبتدي بقى في حاجاتي. ده صبغة صباعي يا جماعة اهي امامكم، والله ما قصده، هي مطرح ما انا كنت ماسكة الطبق. بصوا ودي مش بني، دي مش بني، دي ذهبي كمان، يعني دي ذهبي. alright so والله برافو عليكم، انا فخورة انه في انتاج مصري بيبيع حاجات حلوة كده. دي الهدايا الواحدة هنا على جنب عشان ياخدوها. ناو هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نعمل وصفة أبي جديدة للفيس ماسك الأول لوشي. و ولا أقول لكم خليها فيديو تاني لأن الوقت سرقني، خليها فيديو تاني يا جماعة، هطلع لكم تاني عشر دقايق.